التحية لكم جميعا أيها الأحباب. يعني اسمحوا لي أقول فرفور ده طبعا أحسن زول بيعرف يقاطع وبعزب الزول اللي جنبه، وكان عمك ومسير ده للسنة الجاية ما عمل أغاني وأغاني خرب بيكون سبب فرفور ده. اسمحوا لي أنا لقاطع أعمل مداخلة صغيرة. أنا للأمانة والتاريخ أول أغنية في حياتي تعلمت بيها الغنى وأنا صغير جدا كانت أغنية إلى مسافرة، وأول أغنية حفظتها كاملة كانت أحبابنا أهل الهوى، وأول إطلالة لي في جنة الأطفال مع ماما سهام المغربي رحمة الله عليها كانت من ألحان الأستاذ الجليل حمد الريح. هذا الرجل شكل وجداني وتعلمت به الغنى. الأمان والتاريخ أنا لازم أقول الكلام ده. أنا كنت سعيد جدا إنه أخونا خوجري أبو جاز الأستاذ خوجري اتصل بي المغرب وأنا جاي من بور السودان، فكنت حزين لما قال لي في ذاك اليوم استاذ حمد تخيلته كان يعني في الايام اللي فاتت دي انا موجود في الخرطوم، فقال لي الليله قلت له يا اخي انا شغال لكن لو جيت حمد الريح ده ماشي على بيته انا لازم الحقه واوريه انه انا لازم الليله اشكل كبور في اليوم. انا سعيد انه لحقت يعني ما توقع من البرنامج. التحيه لكم وكلنا نحييه ثاني. Thank you.
Thank you.